أهلا بكم، وننتقل بحضراتكم الآن لنقل وقائع المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد للحديث عن نجاح تنظيم بطولة عالم لكرة اليد التي استضافتها مصر في الشهر الماضي وحظيت بإشادة من كل البعثات الرياضية التي شاركت. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكم في ديوان عام وزارة الصحة والسكان. يشرفني جدا ان احنا بنحتفل بنجاح وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية في بطولة كأس العالم لكرة اليد، في انها تعمل فعاليات بهذا الحجم في وقت يشهد فيه تحديات كبيرة جدا في العالم كله. بيشرفني ان انا ارحب بمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وبرحب بالأخ الكبير يعني علامة كبيرة جدا في تاريخ الرياضة في مصر دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. الحقيقة احنا في وزارة الصحة تشرفنا جدا بوجودهم النهاردة مع زملائي من المشرفين على منظومة الرعاية الطبية والوقائية في اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد. احنا يعني الحقيقة كانت وزارة الصحة في ظهر وزارة الشباب والرياضة، ما تردناش لحظة إن احنا ندعم الرياضة اللي هي يعني متنفس مهم جدا لحياة البشر. فأنا برحب بيهم وبقول اللي اتعمل إنجازات كبيرة في وزارة الصحة إنها تعمل العمل ده، ولكن بدون وزارة الشباب والرياضة إنها حمستنا، وإنها احنا الحقيقة كنا مطمئنين جدا إن احنا بنشتغل معاهم وما فيش حاجة طلبناها إلا ما كان في استجابة سريعة. فأنا بشكر معالي الوزير، بهنئه وبهنئ الدولة المصرية وسيادة الرئيس ومعالي دورة رئيس مجلس الوزراء وكل الوزراء على نجاح الحكومة المصرية في ذلك. وإحنا يعني الحقيقة معالي الوزير دايما يجيب لنا البطولات الكبيرة، كأس الأمم الأفريقية، بطولات العالم، وإحنا يعني فخورين بكده ودايما معاه. وإن شاء الله تشهد الأيام القادمة بإذن الله مزيد من بطولات العالم في ألعاب مختلفة. وبطمن معالي الوزير إحنا عندنا من الخبرات بإذن الله واللي اكتسبناه من الدورة دي، اللي إحنا نقول لحضرتك توكل على الله، إحنا معاك إن شاء الله في أي أحداث عالمية بإذن الله ترفع رأس مصر. بشكركم على وجودكم وأسيب الكلمة لمعالي الوزير. تفضل. أنا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا طبعا برحب بحضراتكم جميعا في هذا المكان المحترم اللي احنا في الحقيقة كلنا كمصريين، يعني خلينا نتكلم الأول كراجل مصري، حاطين هذا المكان وهذه الوزارة في أعيننا جميعا، لأن دي مسؤولة عن صحة المصريين، مسؤولة عن صحة مصر كلها. ففي الحقيقة ان انا يعني انا جاي النهاردة مع السيد الوزير اشرف صبحي على اساس ده نوع من الشكر والعرفان بالجميل اللي قامت بيه وزارة الصحة رئاسة السيدة الوزيرة وبالتعاون الوثيق مع الدكتور اشرف. ويعني في الحقيقة طبعا فوق الكلام ده كله، يعني انا احب ان انا اوجه شكر خاص للدولة، الدولة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للبطولة. وكان زي ما أنا قلت في الكلمة بتاعتي في الختام، كان في الحقيقة كان معانا من خلال السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يوم بيوم، ساعة بساعة، وما من حاجة طلبت مننا إلا ما اتعملت in the spot، يعني في وقتها على طول. طبعا احنا يعني قبل ما نفكر ان احنا ننظم البطولة، طبعا كان في اتجاهات كتيرة، وزي ما حضراتكم عارفين اللجنة الأولمبية، ودي اول مرة في تاريخ اللجنة الأولمبية عملوا للأسف
تأجيل الدورة الأولمبية لأول مرة من 2020 هتبقى 2021، وكان قاب قوسين لغاية دلوقتي هل البطولة هتقام ولا لا الدورة الأولمبية. لكن لما احنا أصرينا دكتور أشرف والاتحاد الدولي لكرة اليد بمساعدة الدكتورة هالة السيد رئيس الوزراء كان منفولفت في كل المشاكل اللي موجودة عندنا وباقي السادة الوزراء، لكن أنا أحب أن أنا أوجه شكر خاص لوزارة الصحة والأخوة الأفاضل الناس المحترمين اللي اشتغلوا ليل ونهار بحيث أنها بتوصل البطولة إلى بر الأمان. طبعا البطولة كتنظيم كان سهل جدا أنها تتنظم، بس تتنظم في هذا الحدث في هذا الوضع في الكورونا والكوفيد 19 والمشاكل الموجودة على مستوى العالم كله، ده كان نوع من التحدي الكبير، والحمد لله ده احنا ننجح في هذا التحدي من خلال العلاقات الطيبة اللي بين الوزارات وبعضها وبين الدكتور أشرف لأن هو البيبوت بتاع العملية كلها، وبين السادة الوزيرة والسادة الوزراء المعنيين بقية الوزارات الأخرى. وأنا سعيد جدا بقى أولا كمصري وكرئيس اتحاد دولي على الإنجاز الكبير اللي تم والحدث اللي حصل في الظروف اللي احنا عايشين فيها، وإن العالم كله يعني أنا طبعا احنا عندنا 209 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي، وكل الناس يعني لو قلنا 90% من الناس اللي موجودين على مستوى الاتحاد الدولي كرة اليد كانوا ما عندهمش ثقة في إن احنا هنعدي المشكلة، وكانت الناس في دعوة إن احنا لا مش هننجح الموضوع شوفوا أوروبا فيها قد إيه واللي بيحصل دلوقتي وكده. بعد البطولة طبعا حضراتكم شفتم المسج اللي ارسلوها على الشاشه، وانا ايميديتلي بعد البطوله بعد ما سلمت الجوائز لقيته بعت لي اس ام اس مسج، وده الماني، ختام رائع مفيش احسن من كده. يعني الراجل يعني وبعدين بقى رؤساء الاتحادات الاهليه على مستوى العالم سواء من امريكا ولا من اوروبا ولا من افريقيا ولا من اسيا كلهم بعتين لي شكر، وبعتين لي اللي بعتين للاتحاد الدولي عندنا في بازل بعتين ورود، وان كل الناس مبسوطه لان كل احنا فتحنا الباب للرياضه العالميه من خلال مصر، فمصر بقت هي اللي بتقود الناس كلها، والناس كلها زي ما انا قلت قبل كده كانت مستنيه ايه اللي هيحصل. في ناس كانت يعني عندها داود كبير جدا ان احنا هننجح، في ناس كانت عندها امل، في ناس بتحبنا، في النهايه الحصيله اللي انا عايز اقوله ان احنا نجحنا بتخطير ممتاز امام العالم كله، يعني ونقول دي صناعة مصرية من خلال طبعا وزارة الشباب والرياضة والدكتورة هالة والإخوة الدكتورة علاء والدكتور هشام والإخوة كلهم كانوا في الحقيقة بذلوا مجهود على أعلى أعلى مستوى وناس بروفيشنال. أنا طبعا أنت حضراتكم عارفين إن أنا عايش في سويسرا، أنا بقول إن ما عندناش حد حتى في سويسرا، وأنا عشان كده جيت هنا مصر وقعدت بقالي فترة، لأن جت رئيسة الجمهورية مع رئيس مجلس الشعب عندهم وقال إن احنا في البداية وقال إن احنا أساسا هنعالج الناس الصغيرين في السن، أما الكبار فهذا مش تبعنا وتاخد علاجك وتروح بيك وبتاع وكلام زي كده، الكلام ده مش موجود في مصر. يعني فعشان كده اللي أنا بقوله إن احنا الحمد لله ومشكرين السيدة الوزيرة ومشكرين الدكتور أشرف، بشكر الاخوه الاعزاء اللي قاموا بدور كبير جدا في هذا الحدث. اشكركم جدا وكل التوفيق لبلدنا ان شاء الله، والحمد لله على كل حال. بسم
الرحمن الرحيم. انا النهارده يعني بصراحه احنا كنا جايين انا ومعالي الدكتور حسن رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد اللي طلب مني ان لازم نيجي ونسلم على معالي الوزيره ونقدر هذا العمل الكبار. بس لما جيت لقيت يعني احتفاليه بقت عامله زي احتفاليه كاس العالم، جو المباريات، لان كل يوم كنت بتواصل مع الدكتور حسن، ها هنروح النهارده اي صاله، نروح اي ملعب. فالنهارده كملت الموضوع، جينا ملعب من ملاعب كره اليد الكبيره، لكن المره دي الملعب المهم جدا 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 اللي فيه انا كمان بضم صوتي مع الدكتور حسن. صوتنا اللي احنا الاثنين من خلال الحكومه المصريه ومن خلال الدوله المصريه والدعم الكبير لفخامه الرئيس لكل حاجه في مصر من ضمنها المنظومه الرياضيه والحدث الكبير اللي حصل، ودولة رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا. لكن بقف شوية عند نقطة مهمة جدا. يمكن التحدي الطبيعي دايما في أي تنظيم عادي هو إن احنا التنسيق الأمني. المرة دي كان مع التنسيق الأمني وعمل اللجنة المنظمة والوزارة حاجة كانت مهمة جدا ومش لاقيين لها حلول، هي إن احنا بنعمل دورة الكورونا، مش بطولة كأس العالم، هي بطولة الكورونا. بطولة الكورونا which means إن كل حاجة ممكن نعملها مش هتتعمل ومش هتتم الا بالموديلنج المصري. الموديلنج المصري بطولته كانت هنا في هذا الملعب اذا جاز لي التعبير، مع العظيمه معالي وزيره الصحه اللي بقول كده وانا بقول بالفم المليان، يعني في الحقيقه في حاجات كتيره جدا جدا غير هذا الملف، لكن بتكلم على هذا الملف. بدأنا بالعملية الإقناعية، معلش أنا أطول شوية علشان الجزء الرياضي بعد إذن معالي الوزيرة. البداية طيب خلصنا كل حاجة وتحدي الإنشاءات، طب الناس هتيجي ولا لأ؟ فقعدنا أنا والدكتور حسن رئيس الاتحاد الدولي نفكر، فقلنا لأ، طب إحنا لازم نكلم نعمل مؤتمر صحفي موسع دولي ونروح هيئة الاستعلامات، بس نكلم الناس على أهم تحدي وهو تحدي كورونا. ومن هنا يعني وزارة الصحة المصرية دور كبير لإقناع الناس البرو أكتيف أو في الأول تعالوا وما تقلقوش، لأن برضو كان في دوت مع الاتحاد الدولي والدكتور حسن شايل موضوع في صدره لإقناع الناس يعني طيب إيه. فالمنظومة والبالونة الكبيرة الصحية الفور بابلز الاختراع المصري البحث اللي تم الفيجن والإدارة من خلال معالي الوزيرة، لكن معالي الوزيرة هي قالت تحت جنود أنا التقيت بيهم وبتشرف حتى وانا داخل البيت اسلم على حضراتكم، يعني انا واحد من الفاميلي. الساعه 3 الفجر الدكتور حسن، طيب طب نكلم الدكتور علاء، طب نكلم كذا، طب انا مش عايز اقلق الوزيره دلوقتي، بس الوزيره هيكلمها الصبح، بس في حاجه ايرجنت الدكتور علاء نلاقي الصدر الواسع المرحب، طب احنا نعمل كذا. فعمليه الاقناع الاولى كانت من خلال الفور بابلز ومن خلال التوعيه الصحيه. عملية كمان الناس لما جت كلها الحمد لله 31 دولة، وده الحدث العالمي الوحيد في العالم كله في الكرة الأرضية اللي بتجمع فيه العالم، كان فيه خوف شديد جدا. ولما الناس جت برضو مش مصدقين، يعني عملنا المحاكاة ورحنا جبنا بالمطار مع كل الوزراء المعنيين اللي ساهموا بتكامل شديد جدا، لكن مش مصدقين والناس هتيجي ولا لا. بدأوا يجوا وهم متاخدين، واحنا كمان بنقيم بالليل مع الوصول بقى الكثافات، يعني الساعه مثلا 12 وواحده بدات تحصل حاجات واحنا عاملين تحفظ كبير جدا وكل حاجه، بس احنا كمان بنقيم نفسنا. ازعجنا معالي الوزيره فجر الستاف كله، الدكتور علاء لا ده احنا بكره الصبح هنعمل اجتماع كبير جدا 110 اكتر شويه، وكل من بره ومع الرؤساء الوفود اللي موجودين من جوه كلهم مع الستاف اللي بيدير، وبنبعث رساله طمأنينه. طب هي رساله الطمأنينه هي معالي وزيره الصحه وسيدتها قالت لا انا معاكم بكره الصبح، وطبعا يعني كتيبه وزاره الصحه اللي موجوده اللي دايما اتعودنا عليها يعني في حاجات كتير. فالمؤتمر الصحفي ده كان المرايه الثانيه اللي هي ظبطت لنا التراك، المرايه الثانيه، والناس كانت موجوده في الفنادق خايفه تخرج، يعني برضو قاعدين وبيتعمل لهم البالونه ومحدش بيدخل ومحدش يخرج، والامن وزاره الداخليه بالشكل الكبير اللي موجوده وقافله بره، اللي بيدخل جوه محدش بيروح له والعكس صحيح، لكن برضو الحاله لسه بيجربونا وبنشوف. لكن المؤتمر ده كان مؤتمر النجاح، انا بسميه مؤتمر النجاح. معالي الوزيره دخلت
جاوبت بصدر واسع كده ورحب على كل حاجة. والبرزنتيشن اللي قاله الدكتور علاء بصفته يعني في ماسك اللجنة بترشيح معالي الوزيرة اتقال ديتيلز والأسئلة اللي اتقالت، احنا بعد هذا المؤتمر قفلنا الكتاب خلاص، الناس كلها بدأت يبقى يحصل أريحية، فهمت، بدأ اللي يروح الهرم، اللي يتصور، اللي يروح على البلاش، بدأت الدنيا والحياة تمشينا في سيستم تاني اللي هو خلاص، وبدأ يجي لنا ردود الأفعال، المباريات مشيت في انسيابية بشكل غير طبيعي بشكل كبير جدا. معانا كمان وزارة الدفاع بتعمل عملية التطهير للمنشآت. أنا من هنا، إحنا كنا جايين بس نشكر معالي الوزيرة، لكن كويس جدا إن إحنا يعني كوزارة الشباب والرياضة أنا وزمايلي الحقيقة من خلال طبعا من أول القادة السياسية ودورة رئيس الوزراء، إحنا بنشكر معالي الوزيرة على هذا الجهد الجبار اللي من القلب بنقوله كمصريين، لأن خلاص بقى العالم كله دلوقتي مفيش كلام في الفترة السابقة غير ما يحدث في مصر. ولو اتعمل بي آر كامبين بالشكل الكبير اللي توضح دور الكبير الصحي اللي بيتقام في ظل استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الكورونا، في الحقيقة مش هتعمل زي ما اتعمل، العالم كله كان على هوا مع مصر. فأنا بشكر حضرتك جدا، شكرا دكتور حسن على إصرارك وعلى أن البطولة لازم تكون موجودة في موعدها، شكرا لكل الدولة المصرية معكم، شاكرين جدا. احنا طبعا بدانا، خلينا نبدا بتطعيم الاطباء والاطقم الطبيه كلها. احنا خلصنا تطعيم الاطقم الطبيه في مستشفيات العزل الاساسيه، وبدانا الحميات والصدريه اول امبارح مع بعض المستشفيات الجامعيه، والاسبوع الجاي هنبدا تطعيم باقي 363 مستشفى، حوالي 320 مستشفى عزل برضو في وزاره الصحه. وهنتلقى الشهر ده جرعات كبيره جدا هتكفي لان احنا نكون غطينا 100% من الأطقم الطبية حتى العاملة في القطاع الخاص، وحنبدأ تطعيم المواطنين بإذن الله. البانديميك بيزيد في بعض البلاد، اللقاح جاي يعني مش هقول غير لما يجي، لكن خلال ساعات قليلة في كميات جاية، وخلال أيام قليلة في كميات كبيرة جدا جدا جاية، ولكن خطة مصر في اللقاحات واضحة والأولويات حسب العالم حطها للأطقم الطبية، ثم كبار السن وعندهم أمراض مزمنة، ثم باقي يعني المواطنين حسب عوامل الخطورة الطبية اللي عندهم. الوباء عندنا الكيرف بيقل يوميا، الحالات بتقل الحمد لله، وكلنا حاسين بكده، مش بس أرقام وزارة الصحة. الساعة السريرية عندنا كبيرة جدا، وفي حدود 30% إشغال في التنفس الصناعي في مستشفيات العزل بس، وطبعا مستشفيات العزل الأساسية يعني 22 مستشفى من أصل 605 مستشفى في وزارة الصحة. فإحنا عندنا ساعة سريرية كبيرة جدا في التنفس الصناعي والرعاية المركزة، وعندنا متابعة للعزل المنزلي للأطقم الطبية بتروح تتابع في البيوت، والعلاج مجانا للمواطنين وكل المقيمين في مصر من خلال منظمة وزارة الصحة، 100% من التحاليل والعلاج مجانا. فمصر كبيرة وقوية، ودايما يا رب إن شاء الله بشبابها وناسها نقدر نكمل. بس عايزة أدي رسالة بس في الآخر، يعني أنا دعم وزارة الصحة أو وقفة وقفنا في الصف في خلف وزارة الشباب والرياضة لها أسباب كتير، من ضمن هذه الأسباب نفسي يكون على المدى الطويل إن احنا نبدأ نشوف الأنشطة القوية جدا اللي في وزارة الشباب والرياضة، ونبدأ نتجه لحياة تانية، خاصة في شعب 60% منه تحت سن 28 سنة، فشعب شاب
وزي ما كنت بقول لدكتور أشرف صبحي ودكتور حسن مصطفى، وزارة الصحة مهمتها إنها تحافظ على صحة الناس وتعالج اللي يمرض منهم. فالحفاظ على الصحة جزء منه الرياضة. أرجو إن شباب مصر يبدأ يشوف الأنشطة الرياضية. إحنا داعمين لوزارة الشباب والرياضة في أي أنشطة رياضية عايزة تعملها، من أول الأطفال لغاية الشباب، كله خدمات مجانية، لأن دي هتوفر فلوس علاج عندنا وهتوفر مزيد من الطاقة اللي نقدر نعمل بيها حاجات تانية. فببارك لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي ودكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ببارك لسيادة الرئيس والحكومة المصرية ودولة رئيس مجلس الوزراء اللي الحقيقة قيادته لهذه الخطة التنفيذية كانت يعني مثل لنا كله. فيعني ده حاجة حدث عالمي أثبت للناس وده رسالة إن الحكومة المصرية حكومة كبيرة جدا. وطبعا لما بيبقى المقارنة عالمية في وقت واحد بنفس الأسلوب هيبان فيها الناس القوية فعلا. فأنا بشكركم وميرسي على وجودكم في الديوان. شكرا.